بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي قناة المحاضرة الفضائية أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم محاضرة التلاوة. باسمكم جميعا أرحب بالسادة القراء القارئ المختار الأحمد، مرحبا بك، وكذلك أيضا السالم للشيخ المهدي، مرحبا بك أيضا. آياتنا اليوم تبدأ من الآية 21 من سورة الزمر، يعني بداية الثمن الأخير من سورة الحزب فنبذناه، وحتى نهاية الآية رقم 22 من نفس السورة إن شاء الله. كما عودناكم في الحلقات السابقة نستمع أولا إلى هذه الآيات بالروايات المعروفة في هذا البلد والمقروء بها أكثر، بدءا برواية قالون، مرورا برواية الإمام ورش، ختاما برواية الإمام حفص إن شاء الله. ثم بعد ذلك نبرز أبرز الأحكام ونذكر أبرز الأحكام المتعلقة بعلم التجويد في هذه الآيات إن شاء الله حسب ما سمح به الوقت، ثم نذكر بأبرز الخلافات بين الرواة إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، ثم نبدأ في استقبال المكالمات إن شاء الله. فلكم أن تشاركونا عبر الأرقام التي ستظهر لكم على الشاشة إن شاء الله تعالى. إذا نبدأ معكم القارئ المختار الأحمد، تقرأ لنا هذه الآيات برواية إمامنا قالون إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العظيم. ما شاء الله، بارك الله فيك. استمع إلى قراءة مع فضيلة القارئ سالم الشيخ المهدي، تفضل تقرأ لنا هذه الآيات برواية الإمام ورش إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج
ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ما شاء الله بارك الله فيك، تلاوة متميزة ما شاء الله، الله يبارك فيكم. إذا نبدأ في تبيان أبرز الأحكام المتعلقة بعلم التجويد في هذه الآيات إن شاء الله، ذكر أيضا ما أمكن من أوجه الخلاف في قراءة إمامنا نافع ورواية أيضا إمامنا حفص إن شاء الله. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. ألم ترى هنا الهمزة، وهذه الهمزة تخرج من أقصى الحلق مما يلي الجوف، والقراء ذكروا أن الناطق بها كالمتقي، وذلك لثقلها على اللسان وبعد مخرجها وصعوبتها أيضا في النطق، فهي من أبعد الحروف مخرجا. ابن جزر رحمه الله تعالى نص على مخرجها في باب المخارج حيث قال: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاء هاء القاف، وأقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل. محل الشاهد: ثم لأقصى الحلق همز هاء. فإذا هذه الهمزة تخرج من أقصى الحلق من مائر الجوف، ولسبب بعدها في المخرج وثقلها على اللسان اختلف القراء فيها، فمنهم من أبدلها مدا، ومنهم من حذفها، ومنهم من سهلها، ومنهم من نقل حركتها، فسهلوه تارة وحذفوا أبدلوه حرف مد محضا ونقلوه للسكون رفضا، وذلك كله بسبب صعوبته. لذلك ابن بريان رحمه الله تعالى قال: في الهمز في النطق به تكلف، فهو أيضا كذلك فيه تكلف في حالة النطق به. فإذا من مما يحتاج إليه القارئ دائما أن يركز على مخرج هذا الحرف الذي هو الهمز، فيأتي به من أقصى الحلق من ما يلي الجوف، وكذلك أيضا
يعطيه الصفات الواردة فيه، فهو حرف مجهور وحرف شديد. فهذه الصفات التي في الهمز ينبغي أن يركز عليها القارئ، وخاصة الانفتاح وأيضا الشدة. فهناك صفات يتصف بها الهمز ينبغي أن نركز دائما عليها، وهذه الصفات تصل عند أهل الأداء إلى 5 صفات وكلها صفات متضادة. كذلك أيضا هنا الميم ساكنة قبل حرف التاء، نظهر هذه الميم لأن الميم إذا سكنت ينظر في الحرف اللاحق عليها، وهي تنقسم قبل الحروف الواردة بعدها إلى 3 أقسام. قسم تدغم فيه وهو مثلها، ثاني إدغام بمثلها أتى وسمى إدغام الصغير النافة، وقسم تخفى قبله ويسمى بالإخفاء الشفوي، في الأول الإخفاء عند البائي وسمى الشفوي للقراء، وإن كان بعض علماء التشويد يرى فيه الإظهار، ولكن الذي عليه جمهور أهل الأداء هو أنها تخفى قبل حرف البائي. كذلك أيضا القسم الثالث هو الأخير، تظهر الميم قبله وهو المتبقي من الحروف وتعداده يصل إلى 26 حرفا، فتظهر الميم قبل 26 وتخفى قبل الباء وتضغم في مثلها ولا تقع أبدا قبل الألف كما هو معروف، الألف اللينة لا تقع الميم ساكنة قبلها مطلقا. كذلك أيضا عندنا النون المشددة في قوله تعالى أن الله، فهنا النون مشددة، هذه النون المشددة فيها غنة بمقدار حركتين، لا بد أن نأتي بهذه الغنة وأن تكون بمقدار حركتين. كثير من القراء لا يركز على أن يوصلها إلى حركتين، فينبغي أن نركز دائما على أن نوصلها إلى حركتين، كما سمعنا من قرائنا قبل قليل فقد أعطوها حقها ما شاء الله بارك الله فيهم. فإذا هذه النون المشددة تغن بمقدار حركتين وتسمى حرف غنة عند أهل الأداء، تسمى حرف غنة. والغنة فيها هي عبارة عن صوت، والغنة كما هو معروف عندكم صوت لذيذ يخرج من الخيشوم، الغنة الصوت الذي في الميم والنون يخرج من الخيشوم كما قال ابن بري رحمه الله تعالى. كذلك أيضا مما ينبغي التركيز عنده أن يصل القارئ هذه الغنة إلى مقدار حركتين، أن الله. وهنا أذكر بأن المخرج مخرج النون قد اشترك مع مخرج الغنة، فإذا لا نفرط في مخرج النون ولا نفرط أيضا في إخراج الغنة من مخرجها، فالغنة تخرج من المخرج الخامس من المخارج العامة ألا وهو الخيشوم، فمخرجها ذلك كما قال ابن الجزري وغنة مخرجها الخيشوم. وكذلك أيضا النون تخرج أيضا من طرف اللسان، والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا، فإذا النون تخرج من طرف اللسان والغنة تخرج من الخيشوم، فهنا نجمع بين المخرجين في هذه النون المشددة. كذلك أيضا عندنا اللام من اسم الجلالة، هنا مفخم لأنه وقع بعد فتحة، أن الله، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم مخصوصا لإطباق نحو قال والعصا كما قال محمد بن الجزر رحمه الله تعالى في نظمه المقدمة. كذلك أيضا عندنا النون ساكنة قبل حرف الزاي تخفى أيضا، فنخفي هذه النون قبل حرف الزاي فنقول أنزل، ولكن نحذر كل الحذر من تشديد الحرف المخفى فيه. كثير من الذين يقرؤون دائما في حالة التطبيق يقرؤون الحرف المخفى فيه وكأنه حرف مشدد، وهذا من الخطأ المعروف الشائع. فإذا الإخفاء هو عبارة كما قال علماء التشويد في تعريفه الاصطلاحي، فهو في اللغة كما هو معروف عندكم الستر،
واصطلاحا هو حالة بين الإظهار والإدغام خال من التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. فإذا نبقي الغنة في النون هنا ونحذر من تشديد الزاي بعد النون الساكنة ونعطي الزاي حقه فنعطيه جميع الصفات الواردة فيه وخاصة صفة الجهر، ولكن نحذر كل الحذر من تشديده، نحذر كل الحذر من أن نقول مثلا أنزل هذا خطأ، نقول أنزل هكذا يعني بسهولة وطبعا مع إعطائه الصفات الواردة فيه. كذلك أيضا عندنا المد المتصل الواجب في الكلمات القرآنية الآتية، يقول الله تعالى سماء وكذلك ماء إلى آخره، فإذا هذا المد يسمى بالمد المتصل وحكمه عند أهل التجويد الوجوب، فهو مد متصل واجب تجب صلته عند جميع القراء، لم يختلف فيه اثنان من القراء فيما يتعلق بالمد المزيدي، أقصد هنا المزيدي الذي هو الذي يزيد على الطبيعي، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار هذا المد ولكن لم يقصره أحد من القراء، المد المتصل لم يقصره أحد من القراء بل اتفقوا على مده لما ورد في ذلك من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المعروف عندكم، الذي كان ذات يوم يقرأ رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كيف أقرأك يا أبا عبد الرحمن، فقال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمدها على الحديث صحيح. فإذا القراء كلهم اتفقوا على مده وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار هذا المد، فمثلا الإمام قالون يمد بمقدار 4 حركات، والإمام حفص يمد بمقدار 5 أو 6، وبالنسبة لإمام عورش يمد المتصل بمقدار 6 حركات. فإذا هنا لا بد أن نمد المد المتصلة. كذلك أيضا عندنا السين، وهذه السين حرف أصلي من الحروف الأصلية 3 والتي نطلق عليها دائما حروف الصفير، وهذا من باب إطلاق الصفة لأن الصفير صفة وليس لقب، فاللقب هو ما جاء في كتاب العين للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، وتلك الألقاب التي ذكر تصل إلى 10 ألقاب وليس من ضمنها لقب الصفير، بل إن الصفير صفة. والخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى أطلق على هذه الحروف 3 التي هي الصاد والزاي والسين، أطلق عليها الحروف الأصلية، فهي حروف أصلية، ولكن نظرا لأنها اتفقت في صفة الصفير وهي من الصفات 7 المنفردة التي نص عليها ابن جزر رحمه الله تعالى في قوله صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء بتكرير شعيل للتفش الشين وضاد استطيل، ففي هذه الأبيات 3 يلخص الصفات المنفردة مع حروفها رحمه الله تعالى، وهذا باختصار شديد منهج ابن جزر رحمه الله تعالى في نظمه المقدمة كان منهجا فريدا من نوعه، فقد لخص الصفات المتضادة كلها مع حروفها في 4 أبيات، ولخص الصفات المنفردة كلها في 3 أبيات مع حروفها أيضا، وهذا من النوادر. فإذا هنا عندنا السين وهي حرف أصلي يتصف بست صفات ومن بين صفاته الصفير، فهنا لابد أن نعطيه هذه الصفة الواردة فيه من السماء هكذا. أيضا عندنا أيضا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه فهنا الفاء وهي تأتي من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، وتتصف هي الأخرى ب5 صفات عند جمهور العلماء التجويد، ومنهم من يرى بأنها تتصف بصفة أخرى وهي التفشي،
كما ذهب إلى ذلك غير واحد منهم، ولكن الذي عليه جمهور القراء أنها تتصف بخمس صفات متضادة، وهي كذلك أيضا حرف ضعيف. إذا ما نظرنا إلى صفات هذا الحرف الذي هو الفاء سنلاحظ بأن جميع صفاته كلها صفات ما بين التوسط والضعف، ولا تتصف بأي صفة قوية، وذلك كبقية الحروف الأخرى، فهناك أربع حروف لا تتصف بأي صفة قوية، هي الفاء والحاء والثاء والهاء، هذه الحروف الأربعة لا تتصف بأي صفة قوية، ينبغي أن نركز دائما عليها. عليها أقصد بذلك على مخرجها، وأيضا على صفاتها الواردة فيها أيضا. كذلك أيضا من أبرز الأحكام قال الله تعالى في هذه الآية في الأرض، هنا نقل الحركة للإمام مرش وتحقيق الحركة، يعني إثبات الحركة على الهمزة وإسكان اللام لقالون وحفص. ما بالنسبة لورش فإنه يأتي بنقل الحركة ويشترط في ذلك أربعة شروط لخصها ابن بريين في قوله حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل أو لام تعريف. فهنا نقول لورش يا نبيع في الأرض، ولحفص وقالون في الأرض هكذا. عندنا أيضا الميم المشددة، هذه الميم فيها غنة بمقدار حركتين، ثم هكذا غنة بمقدار حركتين، ونأتي بالميم من بين الشفتين، وكذلك أيضا نركز على الصفات الواردة فيها. فمن أبرز صفات الميم صفة التوسط، فهي من حروف العمر، حروف العمر التي هي حروف التوسط، وبين رخو والشديد لنعمر كما قال ابن جزر رحمه الله تعالى. كذلك أيضا من أبرز الأحكام المتعلقة بالتجويد المقرأ في هذه الآيات قال الله تعالى زرعا مختلفا ألوانه، هنا الإدغام التام مع غنة، فهو إدغام مع غنة وتام أيضا، ممكن نقول إدغام تام مع غنة، ويمكن أيضا أن نقول إدغام مع غنة. كذلك أيضا مختلفا ألوانه بتحقيق الهمزة وإظهار نون التنوين بالنسبة لحفص وقالون، وبنقل الحركة أي حركة الهمزة إلى الساكن الواقع على نون التنوين. كذلك أيضا من أبرز الأحكام المتعلقة بالتجويد في هذه الآيات فتراه مصفرا، فهنا الصاد جاور الفاء، نفخم الصاد ونرقق الفاء، لأن الصاد كما تعلمون حرف مطبق وأيضا مفخم، وكما تعلمون فإنه أيضا مستعلي من حروف خص ضغط قض والتي هي حروف استعلاء. وابن الجزر رحمه الله تعالى في باب ذكر بعض الحروف يقول رحمه الله تعالى واخصصا الإطباق نحو قال والعصا، فإذا لا بد من تخصيص الإطباق في الحروف المطبقة، لا بد من تخصيص التفخيم أكثر في الحروف المطبقة. في الحروف المستعلية طبعا كلها مفخمة، ولكن أقول كلها مفخمة، ولكن هناك مراتب تسمى عند علماء التجويد بمراتب التفخيم، وأقواها يكون في الحروف المطبقة، أقواها يكون في الحروف المطبقة، فتخصص بتفخيم خاص عن بقية الحروف الأخرى. ولذلك قال واخصصا الإطباق نحو قال والعصا، فإذا لا بد من تفخيم هذه الحروف المطبقة. والحروف المطبقة هي أربعة، الصاد والضاد والطاء والضاء، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المطلقة. كذلك أيضا عندنا فتراه، هنا الإمالة بين لإمامنا ورش، والفتح للإمام حفص، وكذلك أيضا قالون. كذلك أيضا عندنا ثم يجعله حطاما، لا بد نخصص
هذا الطاء بالإطباق والتفخيم، لا بد أن نخصصه بالتفخيم، فهو حرف مطبق فلا بد أن نخصصه بالتفخيم أكثر، وذلك لأنه حرف اتصف بست صفات كلها صفات قوية، وعلماء التجويد يسمونه بالحرف الأقوى، فالطاء حرف أقوى، فلا يوجد في لغة العربي حرف أقوى من حرف الطاء، لا يوجد في لغة العربي حرف أقوى من هذا الحرف، فإذا نعطيه قوة أقوى من بقية الحروف ونفخمه ونعطيه أيضا الصفات الواردة فيه. أخ سيد أحمد تفضل. عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. شيخ سارك معك سيد أحمد الزبرد، أنصح الصفات الواردة حرف. مرحبا بك سيد أحمد، بسم الله تفضل. تحياتي للقراء معك. الله يحييك وبارك فينا وفيك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، بارك الله فيك، تلاوة ما شاء الله جيدة، الله يبارك فينا وفيك إن شاء الله. نأخذ مشاهدا آخر. لفقتك الضالين تمد بمقدار ست حركات عند جميع القراء، ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. فإذا هنا لابد أن تمد بمقدار ست حركات عند جميع القراء. بارك الله فيك سيد أحمد. في متصل آخر. السلام عليكم. مرحبا، تفضل سيدي حسن. تفضل. كيف حالكم يا شيخ؟ أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله، حوار طيب إن شاء الله، كله بخير الحمد لله. أنا من فضلكم دار الآيات، ما كنت معاكم حتى مخرج نعات للآيات من فضلكم. الآيات اليوم معتذرين لكم عنهم، ما جهزوا وعليه تعذر عرضهم على الشاشة. ممكن تأخذون إن شاء الله المصاحف اليوم. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه. لا تقرأنا بأي رواية إن شاء الله. طيب ممكن تقرأ الفاتحة حتى ما تكون جاهز إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله تلاوة جيدة. للتذكير الآيات اليوم تبدأ من الآية رقم 21 من سورة الزمر، يعني بداية الثمن الأخير من حزب فنبذناهم. بداية الثمن الأخير من حزب فنبذناهم. الله يبارك فينا وفيكم. لكم أن تأخذوا إن شاء الله المصاحف وتصححون هذه الآيات، والحلقة مخصصة لتصحيح تلاواتكم وقراءاتكم. إذا نأخذ مشاهدا آخر. السلام عليكم. مرحبا بكم، تفضلوا. تفضلي الأخت مريم نفيسة. وعليكم السلام، تفضلوا. لم لك ما هو مسموع مريم نفيسة؟ أرجع للبداية. شو؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه منابيع في الأرض ثم يخرج به زعما مختلفا ألوانه ثم يهيد فتاه مصفرا ثم يجعله حطاما أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وضحي ذاك. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا. مريم نفيسة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. مازال تقشعر الجلود وضحي ذاك الترقيق شوي.
مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تقشعر ذاك الراء رقيه شدي تقشعر منه الجلود يخشون ربهم مثل جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له نهاد. ما شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك مريم نفيسة تلاوة جيدة ما شاء الله بارك الله فيك. تفضل محمد يسلم. أهلا وسهلا. عندك مصحف؟ لا ورش ورش. عندك مصحف والله الله تحفظ الآيات. عندي مصحف. يلا بسم الله استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ينابيع ذيك الباء مادها يا وراها أو إن شاء الله أيوة فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا انتبه نعم فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يخرج فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلف ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو صدره ذيك الدار رققها الصاد فخم غير الدار رققها أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام ما في مشكلة واصل تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم ترين جلودهم
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ما شاء الله بارك الله فيك. ما شاء الله بارك الله فيك، تلاوة جيدة. نأخذ متصلا آخر. تفضل سيدي حسن. أولا الصحة. بسم الله على بركة الله. أعوذ ابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقافية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث. سيد ركز لك على ذيك الأحكام المتعلقة بالغنن. واصل إن شاء الله. طيب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مداني تقشعر منه جلود الذين يخشون ردهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. ما شاء الله وفات الآيات فهم. الله يبارك فيك. الآيات تنتهي عند قوله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد. الآيات تنتهي هنا. إذن لابد نسمع منكم الآيات برواية الإمام حفص القارئ سالم للشيخ المهدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ما شاء الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ما شاء الله بارك الله فيك، تلاوة ما شاء الله ممتازة. كنت قرأت لنا هذه الآيات برواية إمامنا حفص. يبدو أن الوقت المخصص للحلقة بدأ ينتهي. قبل ذلك، قبل أن نختم، لا بد أن نستمع إلى تلاوة معكم ختامية، سورة من السور القصار تختارونها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن في نهاية هذه الحلقة أقول لكم لو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الزمان. كنا معكم في حلقة قرآنية، ما أحسنها من جلسة وما ألذه من جليس كتاب الله عز وجل، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. إذا باسمكم أشكر السادة القراء المختار الأحمد، شكرا جزيلا لك، وكذلك أيضا القارئ السالم للشيخ المهدي، كما أنقل لكم تحيات الفريق الذي أشرف على إنجاز هذه الحلقة. وإلى حلقة أخرى من برنامجكم محضرات التلاوة، كتب الله اللقاء والبقاء، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.